راجل وست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات. راجل وست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات. اسلام الشاطر يغطي تغطيه جميله جميله، اتزق اهو رقم 10 جرانج كان زق اهو. شوف هو زق، انما الحاجه بص مش هيدي لك حاجه وتتلعب، انما برافو اسلام الشاطر غطى تغطيه في اخطر كره لاوكلاند سيتي في المباراه حتى الان. بدايه كده يعني حماسيه هجوميه ل اوكلاند سيتي، وعندهم بقى الراجل لسه ماسك ابو تريكا عشان خاطر يستلم الكره وهو واقف هيتعور زي ما احنا شايفين، لازم يسيب الحركه لان الثاني مش سايب له فرصه، وواقع اهو ابو تريكا ان شاء الله. هو ياسمين بابا ها عايز اتفرج على الكرتون. حبيبتي مش هينفع تتفرج على الكرتون دلوقتي عشان بتفرج على الماتش. وش معنى انت تتفرج على اللي انت عايزه وانا مش بتفرج على الكرتون؟ تيمي ترنر هيبدا. تيمي ترنر ايه؟ انا اب ظالم هتفرج على الماتش، عايزه حاجه؟ ماشي اديك عرفت نفسك، والظلم اخرته وحشه. ماشي. عادل انت يا عادل، بنتك خدت التوكه بتاعتي. التوكه بتاعتك اللي على شكل فراوله ولا على شكل تفاحه؟ اللي على شكل فراشه. طيب يا ماما هديك التوكه بتاعتها اللي على شكل جون. فاول في توكه على شكل فاول؟ يا ماما انا مش عايز اتفرج على الماتش. يا ماما توكتي دلوقتي، انا عايز اتفرج على الماتش، بيتي وقاعد اتفرج على الماتش عادي، سيبوني لو سمحتوا يا ماما. اتفرج يا حبيبي براحتك وانا هعرف اتصرف. شوت بقى والله العظيم ثلاثة يا عادل. إن ما لميت الست رانيا مراتك دي لكون سايبه لك البيت وماشيه، وانا عارفه ان انت نفسك اسيب البيت وامشي. ايه اللي كل شويه ماشيه جون يا اخي؟ ما هو ما يصحش برضو يا عادل ان هتأجر لي واحد يقول لي يا زباله. ازاي ده؟ كل يوم الساعه 6 الصبح واحد يرن الجرس ويقول زباله. ما يصحش يا عادل. ده الزبال يا ماما، الزبال بيرن الجرس على العماره كلها عشان ياخد الزباله. ليه كل حاجه بتاخديها عليكي كده يا سناء؟ يا اخي خد حقي يا اخي، ده انا اختك برضو. ما انت لو ما خدتش حقي انا هتصرف بنفسي، هاخده بدراعي يا عادل. عايزه ايه؟ اخد لك حقك اعمل لك ايه يعني؟ خلاص مش مهم انا هتصرف. ماشي. شوت يا زباله. بتقول لي زباله في وشي؟ انا كلمتك؟ كلمتني وضايقتني ومش هشوف الماتش. هاتي الريموت. ما تبقيش انت كل حاجه هتبوظيه. يا سناء ما تخلينيش اضربك بقى، اوعي بقى. عادل إيه؟ شفت دخلت ازاي؟ لا ما شفتهاش، نشوفها في الاعاده. عود انا بتكلم على اختك الهبله سناء اللي دخلت تزعق فينا وياسمين. ايه اللي حصل؟ اصل ياسمين كانت بتحكي لي عن مدرسه عندها في المدرسه اتكعبلت وهي بتتمرجح في المراجيح، فضحكنا افتكرت العبيطه ان احنا بنتريق عليها. معلش انت عارفه ان سناء يعني من نفسنا، وعشان متطلقه دايما ظروفها صعبه ومستحملينها وهي عايله علينا اصلا يعني. اللي انت بتقوله ده يا عادل. بص يا سناء كل حاجه بتاخديها عليكي انا كلمت عليكي دلوقتي. ماشي يا عادل براحتك.
براحتك يا عادل، براحتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حته خرقه بننضف بيها البيت عشان مليان تراب. خرقه؟ خرقه. عادل شايف؟ ما بيفكركش بحاجه ده؟ بيفكرني باللبن اللي اتقطع اللي اتدلى امبارح. اتدلى ايه بس يا عادل؟ ده فستان خطورتي. يا امال فين الكمام؟ كمام كمام ايه؟ انا بكلمك ركز معايا. فستان خطوبتي قطعوه وعملوه خرق. فستان قديم ومركون في الدولاب واكلته العته، مش نستفيد بيه احسن؟ فستان خطوبتي اللي بيفكرني باحلى ايام حياتي في دولابي في شقتي. خلاص يا اختي، ده عليكي بعد ما تخنتي وفشولتي. انا ما تخنتش. صحيح، الفستان هو اللي خس. عادل عادل حبيبي، بص عليا كده، بص عليا عادل. أيوة. انا تخينه؟ لا لا، بس اوعى بس عشان الماتش. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انا تخنت؟ قصدك ان انت مش عارف تتفرج على الماتش عشان انا تخنت؟ يعني انا لو كنت رفيعه كنت عرفت تتفرج على الماتش؟ انت رفيعه تخينه، انا مش هعرف اتفرج على الماتش، وانا مش بتاع كوره وماليش في الماتشات ومش متفرج على حاجه. اتعد لي يا ياسمين. بتعملي ايه يا طنط؟ ما انا لسه مسرحاها. وهي دي تصريحه اللي انتي مسرحاها لها دي؟ دي مش بنت رايحه المدرسه، شكلها كده بنت رايحه تشحن. وبعدين ايه اللبس اللي انتي ملبسه لها ده؟ دنيا برد. عايزاني البسها ايه؟ احط لها ورق جرايد على صدرها؟ ورق الجرايد ما ينفعش. انا كنت بلبس عادل وهو صغير كولومبي يدفيه من صدره لرجليه. وكان بيلبس فوقيه ايه؟ بنطلون ولا جيبه؟ انا لو عايزه اتجوز هشاور بصباعي كده، السما دي هتمطر عرسان. بس انا اللي ماليش نفس. وانتي يا دادا مش عايزه تتجوزي؟ جواز ايه عيب؟ انا ما بفكرش في الحكايه دي خالص. وبعدين اعمل ايه بالجواز؟ انا اتجوزت التيس نطحني. التيس ده يبقى مين؟ جده؟ ضيعت معاه احلى سنين عمري، وبعد كده اتجوز عليا ورماني في الزريبه دي. ما تزعليش يا تيتا، بكره اتجوزك سيت سيدو. ايه ده؟ تقفل الباب ليه؟ شوفي عادل، مش هتخرج غير لما اسمعك الكلمتين بتوع الصبح. اوي يا حبيبتي، اتفضلي. من 5 سنين زي النهاردة كده أمك اتطلقت وجات عاشت معانا. بعدها بكام شهر أختك برضو اتطلقت وجات عاشت معانا. يعني قصدك تقولي إن النهاردة عيد ميلاد الطلاق. كل سنة وانت طيبة. أنا خلاص خلاص ما بقتش قادرة استحمل. بيتحكموا في حياتنا يا عادل. بناكل إيه؟ بنشرب إيه؟ بنلبس إيه؟ بنتي ياسمين بتروح المدرسة امتى؟ وبتلبس ايه؟ وبتاكل ايه؟ حرام عليكم يا اخي، حرام عليكم. بيتي مش عارفة اقعد فيه براحتي. صحابي مش عارفين يجولي واقعد معهم بمزاجي. طول النهار لابسة، طول النهار لابسة يا عادل. ايه اللي طول النهار لابسة؟ طول النهار لابسة العادي ان الناس طول النهار تبقى لابسة، اللي مش عادي ان الناس طول النهار تبقى قلعة. هو ده اللي مضايقك. انت بتهزر بقى. بص يا عادل، بلاش الحمام. الحمام يا عادل، يمك في الحمام، يا اختك في الحمام، رغبة إنسانية، عايزة أدخل الحمام، مش لازم أحجز قبلها. يا حبيبتي بصي، اهدي بس، اهدي. الحمام ده محدش بيخشه عشان يضايقك، هما بيخشوه لأسباب تانية خالص يعني. وبعدين أنا كان نفسي طبعًا يا رانيا إن يبقى عندنا شقتنا إحنا لوحدينا ونقعد نعيش براحتنا وتعزمي كل أصحابك وكل حاجة. بس أولًا الشقة دي أمي هي اللي جايباها. ثانيًا أمي دي هي اللي جايبه لنا الشقه دي. ثالثا الجنه تحت اقدام الامهات، وهي ام وانت ام، فاكيد مثلا ممكن لو ربنا كرم ودخلتوا الجنه هتتقابلوا. لازم تتعودوا على بعض من دلوقتي. على فكره صوتكم كان عادي وانا سمعت كل حاجه. انا اسفه يا طنط لحضرتك، بس غصب عني. انت زي بنتي ويهمني مصلحتك. انت لا بتهتمي بلبسك ولا بشعرك
وسد نفسه عن الدنيا. الراجل لو ما لقاش كل اللي عايزه في مراته هيبص بره. طنط حضرتك زمان ما كنتيش مهتمة بنفس حضرتك، فعشان كده حماية اللي كان متجوز حضرتك طلق حضرتك وراح اتجوز عن حضرتك، وبعدها سناء بنت حضرتك برضو اتطلقت حضرتك، فعشان كده حضرتك بتنصحي. ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي حضرتك. تقصد ايه بحضرتك؟ نقضيها نبطشيات ازاي بقى يا انصح واحد في الجيزة؟ انا هقول لك يا دولة يا ابن عم، اسمع. هي تنام طول النهار وهم يصحوا طول الليل، او عكس، هي تنام طول الليل وهم يسهروا طول النهار، وانت تنام طول الصيف وانت هتترفض طول الشتاء. غور يالا غور يالا، كل شويه غور غور. طب اذا كنت انا دلوقتي عمال احل لك مشاكلك كل يوم، ليه بقى بتكلمني بالاسلوب الواطي ده؟ اخيرا تعمل شرا تلقن تلقن كان. عارف يالا، انت لو مش ابن عمي وان عم الله يرحمه مضين عليك قبل ما يموت كنت تعمل فيك ايه؟ كنت تعمل ايه يعني يا دول؟ عموما ما كنتش اعمل فيك اكتر من اللي معمول فيك دلوقتي يا رمزي. انا المشكله دلوقتي مش عندي، المشكله عند رانيا مراتي. ايه مالها؟ خير بعد الشر اللي قدر الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا قوم يلا غور جاي. خد 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 على هنا، خد على بتبرطم. بتقول ايه؟ ما بقولش. لا قلت قلت كده؟ اه ماشي، اتكل على الله. الحق دول ايه يالا؟ في ايه؟ في ست زي القمر بره شبه حماتك بالظبط. اه يبقى بنتها قالت لها. اهلا 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 يا عادل، ازيك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. مش قلت لك شبه حماتك بالظبط؟ بصراحه يا عادل انا خايفه اكون جيت لك في وقت غير مناسب. اديكي جيتي بقى وخلاص. ازيك يا نجلاء؟ اهلا. ايه اهلا، ايه البواخه دي؟ الحق دولة. عايز ايه؟ في زبون اجنبي بره. طب ما تشوف يا ابني عايز ايه. ما انا عمال اقول له ماني ما بيدينيش حاجه. انت بتقول له ماني من غير ما تعرف هو عايز ايه اصلا؟ ما هو ما بيعرفش يتكلم عربي. اه لا غلطان طبعا، غبي ما بيعرفش عربي. ما تكلمه انجليزي يالا. ما انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، ما انت عارف يا دولة. اصل انا حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي بعرفها يس وماني. حضرتك تشربي شاي؟ نو. طب سكرك ايه؟ انا قالت لك نو يعني لا، هو اصلا ما بيعرفش غير يس وانا فاهمه. يلا تعالى. وبعدين بقى هفتحه في الموضوع ده ازاي؟ والله انا مش عارفه انت ايه اللي مخليكي مكسوفه قوي كده يا ماما. هو انت نسيتي ان انت اللي فرشلهم الشقه اللي هم عايشين فيها دلوقتي؟ يعني لولاك انت كان زمانهم نايمين على البلاط. معاكي حق يا بنت، وبعدين البيت بيت بنتنا وعفشنا، وبعدين احنا البيت بتاعنا بتاخد وتحط تحت الحراسه، وبعدين احنا هنقوله ان احنا جايين نقعد عندك اسبوع، واسبوع يجر اسبوع لحد بقى ما يتعود على وجودنا وياخد على كده. الله يرحمك يا عبد العظيم، الله يرحمك، بهدلتنا وشرطتنا وحوجتنا لعرة الناس. انت بتتكلمي عن بابا؟ الله يرحمه مطرح ما هو راح. انت بابا تتنيلي ايه هنا؟ ما تروحي تتنيلي استنيني في التاكس لحد ما اخد النيله عشان نحاسب النيله اللي واقف بره. شكلنا كده داخلين على ايام هباب. هباب انت اتجننتي؟ ازاي ترفضي الالفاظات دي يا بنت؟ اتفضلي. لوك حضرتك اهو 20 باوندز. This one taking 30 باوندز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حماتي. وعملتوا ايه بقى في موضوع الديون بقى اللي عليكوا دي؟ انا ما اقصدش اسال ولا حاجه، انا قلت بس يعني املى بالكلام يعني بدل ما احنا قاعدين ساكتين كده. بس انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. يبقى اكيد رانيا قالت لحضرتك بقى على الموضوع ده، بس هي صراحه يعني معاها حق، يعني امي واختي غلط قوي ان هم يبقوا قاعدين معانا طول الوقت في البيت كده. لا يا عادل،
يا حبيبي دول برضو اهلك وعيلتك ولازم تراعيهم وتاخد بالك منهم. ايوه بس برضو حضرتك يعني يا حماتي بيتدخلوا في كل حاجه مع اهلي وعارفهم. لا 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 مش كل الاهالي زي بعض، اسالني انا، مش كل الاهالي زي بعض. وبعدين انتوا مش عندكم اوضه، ما تقعدوا في الاوضه وتقفلوا عليكم بابكم ومحدش بقى له دعوه بيكم. ايه بس حضرتك برضو يعني ايه الاوضه الثانيه، افرضي جالنا ضيوف، افرضي لا قدر الله حضرتك جيت لنا مثلا زياره عشان تبيت عندنا ولا حاجه، هنعمل ايه يعني؟ هنبات في الصاله، هنبات في الصاله. مين دول اللي هيناموا في الصاله؟ طبعا لا، مامته واخته هو اللي هيناموا في الصاله، وانا وانتي اللي هننام في الاوضه. ايه ده ايه ده، صالتي واوضتي انتوا ايه الشنط، انتوا هتصيفوا في الشتاء ولا ايه؟ ما هو يا عادل انت عارف ان احنا ورثنا ديون عن المرحوم، وبعدين بقى بصراحه النهارده حجزوا على الشقه. خلاص يا جماعه ما تقلقوش، ايه المشكله، هاتوا كل حاجتكم واقعدوا عند عادل طبعا في الشقه. ولا تيك ذيس 10 باوندز مش عارف اخلص منه. معلش يا عادل، هي كلها اسبوع لحد ما انت تتصرف. اسبوع ايه بس يا حاجه، ده حضرتك ده بيتك ومطرحك، يعني تقعدي فيه معززه مكرمه لحد ما تنتقلي الى رحمه الله وبركاته. ولا ايه هو ده؟ اوكي تيك ذيس تيك 10 باوندز. ولا هعمل فيك ايه يا دولا؟ وبعدين خلاص يا دولا، انا خلاص نزلت الشنط والتكساجي بره، عايز 15 جنيه. انا اسفه يا عادل، انا نسيت الفلوس في ال لا معروفه الفل دي بيتنسي فيها على طول الفلوس، ولا يهم. خدي ادي 5 جنيه والحق الراجل خرج، خد منه 10 جنيه وحاسب التكساجي بسرعه. انا يا حضره هروح احاسبه، هيفرحوا بيكوا قوي قوي، شبه حماتك الناطق الخالق. اهلا. ماما هي تيتا هتموت امتى؟ مش عارفه هتموت امتى ونخلص يا ربي. ايه ياسمين اللي انتي بتقوليه ده؟ على فكره كده عيب. اصل انا عايزه انام في سرير لوحدي. انا عارفه يا سوسه والله، بس انا مش عايزاكي تفكري بالطريقه دي. طب ما تخليها تنام معاكي انتي وبابا في الاوضه. لا طبعا ما ينفعش. طب ليه بقى ما ينفعش؟ ما ينفعش عشان انا وبابي. ياسمين اسكتي شويه بقى. يلا يا سناء يلا احنا ماشيين. شوفي بقى عادل لما يرجع وما يلاقيناش هيعمل فيكي ايه. يا ماما احنا رايحين فين بالظبط؟ رايحين عند خالتك في ريال في طنطا. ما هو خالتي في ريال من ساعه ما اتطلقت وهي قافله شقتها بالقفل وقاعده عند ابنها. ده ابنها يتمنى، انا اللي مرضعاه. انت اللي مرضعاه؟ يعني زي اخويا؟ امال كان متقدم لي ازاي؟ ما انا ما رضعتكيش. ماما مين رضعني؟ يا ستي ام سمير. طب ومين رضع سمير؟ اترضع صناعي. طالما رضع صناعي نروح نقعد عندهم عايز. لا انا ما احبش اتقل على حد. اللي تشوفيه يا ماما. خلاص اقعدوا اقعدوا، انا اللي ماشيه. ماما ست المشابك على الحبل، اروح اجيبه. بقول لك ايه، هو انت بدل ما تعتذري عايزه تطلعينا احنا الغلطانين؟ على فكره يا طنط انا ما غلطتش. لا غلطتي، انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش العسل الا والطحينه فوقيه. بتقلبيني؟ سامع حضرتك بتتكلمي في ايه؟ موضوع تافه صغير، كبرتيه وخليتيه تخين قد كده، عسل على طحينه تقلب، هي دي المشاكل اللي بيننا؟ ايوه مشاكل. ساعدناكي وقربنا منك قلتي بيتدخلوا، بعدنا عنك وسبناكي وقلنا احنا ضيوف قلبتي لي العسل على الطحينه. يعني ايه ضيوف تاكلوا وتشربوا وتناموا بس؟ ايه ده، قصدك ان احنا عال عليكي؟ لا يا حبيبتي لا، ده انا قاعده في خير ابني. اوكي خلي حضرتك قاعده في خير ابن حضرتك، في شقه ابن حضرتك، وانا هسيب لك شقه ابن حضرتك واروح اقعد عند مامي بعد اذنك. لا ما تمشيش حضرتك. ولا اقول لك فكره برضو، روحي قضي يومين ثلاثه وبارجعي. يلا يا ياسمين. يا رانيا رايحه فين؟ سايبه البيت ورايحه اقعد عند مامي. متهيالي يا رانيا مش هتعرفي تعملي الحاجتين في وقت واحد. مامي انت جيتي حبيبتي، وحشتيني نجله، وحشتيني قوي. مامي انا هسيب البيت واجي اقعد عندك. يا ريت يا حبيبتي، حجزوا على الشقه واخدوها منا. يعني ايه؟ يعني انا مش هعرف اقعد عندك؟ شو قلت لك مش هينفع تعملي الحاجتين في وقت واحد. اي اهلا يا حماتي.
خلفتوني ليه؟ والله فراغ يعني يا ياسمين، لقينا نفسنا فاضيين والبيت فاضي قلنا نملاه. نملاه صح. طب وانا دلوقتي انام فين؟ بص يا ياسمين يا حبيبتي، انا بفكر اوديك الملجأ اللي ورانا، بيقولوا عليه ملجأ هايل، وبرضه هيبقى جنبينا يعني كل يوم والتاني تيجي تزورينا، ولما تكبري ابقى انا وماما ان شاء الله نبقى نيجي نقعد عندك. قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجه، انا بحاول اامن مستقبل البنت. اشمعنى دلوقتي كلمه زي دي توجعك؟ زي ما امك عايشه معانا، مامتي كمان هتعيش معانا. يا سلام، قوي قوي من عينيا الاثنين. يعني انت شايفاني مبسوط قوي بالفراغ اللي انا عايش فيه ده، القصر الكبير ده عارفه الريح عماله بتصفر طول اليوم في وداني. انا كنت بفكر اجيب ناس من الشارع يجي يعيشوا معانا هنا. اه انا في واحده صاحبتي مامتها متطلقه، ممكن اجيبها تعيش معانا. قوي حبيبتي طبعا هاتيها تعيش معانا، وما تجيش هي لوحديها كمان، تيجي بقى هي ومامتها واختها. أو ليها أخ كمان. طيب وزي ما أنا مستحملة أمك، أنت كمان لازم تستحمل مامي. وبعدين حوديها فين؟ هي كلها أسبوعين وتتصرف. أسبوعين إيه اللي هتصرف فيهم؟ وأنت فاكرة نهبل؟ أمك لا عندها فلوس ولا عندها شقة ولا عندها قرايب غيرك تعيش عندهم، أمال هتعيش فين يعني؟ في القصر بتاعك يا بابا. يعني عايزني أوديها فين؟ أرميها في دار مسنين؟ يعني إيه دار مسنين؟ دار مسنين؟ منورانا يا حبيبتي. يا سلام، طب انا بتكلم عن امي بالاسلوب ده، هاجي عند امك واغير الاسلوب اللي هي مامي؟ والله ده نورك يا حبيبتي. خلاص بقى انا هطلع من هدومي وانا هولع في نفسي بجاز وسخ. العيال فرحانين بينا قوي. طبعا مش عايشين بخيرنا؟ اجيب لكم فلوس منين اصرف بيها عليكم؟ اجر شقه يا بابا. ده حل كويس والله يا جماعه. اتفضل بنتك لاسعد.